السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحضر معكم زليف في الفرن. أترككم مع طريقة التحضير. بعد ما شوطنا رأس الخروف والرجلين نحن زعنا لهم كاع الشعر، قمنا بغسلهم. وأحسن طريقة لغسل الزليف هي الرماد، نعملوه مع الماء وبواسطة حبل تاع الأواني نغسله جيدا، نحيو له كاع داك الكحولية. ثم قمنا بتقطيع الرأس بهذا الشكل، نزعنا المخ قسمناه هكذا، الرجلين كذلك قسمناهم. الآن أقوم بوضع الزليف في طنجرة، نوضع له بصلة، بصلة قطعناها على 2، ونوضع له الماء والملح ونخليه يطيب. وضعناه في الطنجرة، قلت ضفنا له الملح والبصل، الآن نفرغ عليه الماء ساخن ونعمل الطنجرة تطيب لمدة 40 دقيقة. بعد ما طاب رأس الخروف والرجلين في الطنجرة طاب غاية، نحينا له العظام الكبار. على تشكل شربنا كاع اللحم ونحينا بعد ما نحينا الزليف من العظام، الان نحتاجو باش نعملو في الفرن نحتاجو الى رطل 500 غرام من الطماطم ربيناها، نضيفو باقه صغيره من المعدنوس مفرومه، نضيفو 3 فصوص من الثوم مربيه، نضيفو ملعقه كبيره من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من رأس الحانوت، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والقليل من الحر. الحر اختياري، اللي ما يحبش الحر ما يعملش الحر. نخلطوهم ونوضعوهم في مول، ندهنوه بالزيت وندحيوهم في الفرن. نخلطوهم جيدا باش تدخل كاع التوابل، صلصة الطماطم، المعدنوس. نسخنوا الفرن على درجة 180 وندحيه حتى يطيب اللحم. هذا هو الزليف أو رأس الخروف بعد ما خرجناه من الفرن. أنا شوية كحال لي حمر لي بزاف، معليش توما قابلوه. نتمنى لوصفة الزليف في الفرن تعجبكم وتجربوها، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. Thank you.